عقدنا اليوم اللجنة الوزارية للأسعار اللي شارك فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع المهم جدا، خصوصا في هذه الظرفية اللي كنعرفوها اليوم بعد الخروج التدريجي من جائحة كوفيد 19، وكان عندها واحد انعكاسات على بعض المواد الأولوية المستوردة في المغرب، لأن كاين واحد انتعاش على الصعيد الدولي. كذلك هذا الاجتماع كان مهم لطبع تفعيل التوجيهات الملكية السامية اللي جات في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في 8 أكتوبر من هذه السنة لدعم إنعاش الاقتصاد، ولكن كذلك للحرص على تموين السوق والستوك استراتيجيك للدولة ديالنا في المواد الغذائية وكذلك في مجال الطاقة. فاللي نقدر نقوله هو أن الحكومة عملت إجراءات مهمة باش يبقى الأثمنة فيما يخص القمح القطنيات اللي في واحد المستوى مهم، فما بقاوش لي دغوا الدوان على هاد المواد ابتداء من فاتح نوفمبر من هاد السنة. نذكروا كذلك بأن المواد اللي فيها أثمنة مقننة كغاز البوتان والسكر كذلك ما كاينش تغيير في هاد الأثمنة عبر المقصة، وبالتالي كنأكدوا بأن جميع الناس اللي مشاركة في هذه اللجنة معبئين باش يبقاو محتفظين على تموين السوق وما يكونش واحد الأثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تكثيف المراقبة والحوار مع الشركاء ديالنا وكذلك القطاع الخاص وفي جميع هذه المواد المهمة للمواطنين المغاربة.